بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه العينة عبارة عن نوع من أنواع فصائل الخس مثل ما تلاحظون. طبعا محفوظة العينة في المحلول عندي في المختبر. طبعا هذه العينة عبارة عن نوع فصيلة من الفصائل الخس، لكنها فصيلة كانت مصابة بأحد الأمراض، فاضطررت أني أدرس أحد هذه الأمراض المتواجدة في العينة. طبعا اكتشفت فصائل كثيرة من الميكروبات التي تتطفل بشكل مباشر على هذا النوع من النبات. طبعا اللي اكتشفته عبارة عن نوع من أنواع أحادي الخلية التي تعيش في هذا النباتات. اكتشفت بكتيريا، فطريات، أحادي الخلية، طحالب، اكتشفت أنواع من أيضا الديدان المجهرية، وأيضا البكتيريا الحلزونية ممكن تشوفها متواجدة في هذا يعني فوق الأنسجة عندما يحصل التليف النسيجي داخل النبات ويبدأ التحلل. ممكن تشوف أنواع الميكروبات والطفيليات المتواجدة في هذه العينة، وأيضا ممكن تشوف عينات أخرى تتواجد فيها شتى أنواع الميكروبات، ويعني البيئة الإيكولوجية الخاصة بالمخلوقات الحية والتنوع الحيوي للأحياء الدقيقة بعد التليف النسيجي للأنسجة. وأنا أنصحكم يعني الباحثين بدراسة النباتات وأمراض النباتات، وبالذات فصائل الخس كونه يعني مصدر غذائي للحيوان والإنسان، ويعني مصدر رزق كبير للبشر أيضا. ويجب الاهتمام في دراسة الأمراض بشتى يعني الطرق، من ناحية يعني دراسة معملية في المختبر أو دراسة أخرى بشكل متقدم تحت مجاهر متطورة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم مع عينة أخرى درستها في السابق.